دابا نردو الاتصال مع ضيفنا، هو نجم الاغنيه المغربيه العصريه والشعبيه معنا، سي خالد بناني. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. السلام عليكم، الله يبارك فيكم، مرحبا بكم تنتم، شكرا على الاستضافه. واخا جيت تعطلت شويه سمحوا لي، لان الوقت كان عندنا مدروك في رمضان في الاستوديو. المهم نورتوني. تبارك الله عليك، انت منورنا في جميع الحالات وفي كل الاوقات. سي خالد، سي خالد، في رمضان سبحان الله كنقدروا نسترجعوا في يوم واحد، في يوم واحد في رمضان ذكريات او جميع مراحل الطفوله ديالنا حتى الشباب. سي خالد او لا، سبحان الله كل نهار كيوحي لنا الشباب ديالنا، كيرجع لنا. يمكن الاطباق، ملي كتبدل الاطباق في النهار اولا الروحانيه ديال النهار، شي حاجه، شي طقس، شي ديك الطقوس اللي تغيروا، كتديك لشي نهار، كتديك للطفوله ديالك. وماشي الطفوله بحال دابا، ماشي لواحد العمر، يمكن 4 سنين، مره 6 سنين، مره 13 عام، مره كتبقى تخيل. بحال دابا كنا كنديروا هذه، كنا كنديروا، كتبقى تهضر على النوستالجيا مع الـ مع الـ مع الـ مع الحباب ديالك اللي معاك في الطبله. سي خالد، كنشوفوا راك حاضر في استوديو، انا اللي كنعرف انه كدوز رمضان تبارك الله عليك بين الصلاه وبين استوديو يوميا في رمضان، ياك؟ كندوز حياتي ماشي غير رمضان، حياتي هنا. صح، كندوز نصف حياتي هنا، النصف الاخر كنوزع على الحياه اليوميه، ومع الحباب ومع وفي العمل، في الشغل ديالي، في العباده. من النص في حياتي كنحس به بان كنعيشوا هنا، لان علاش كنتمتع من غير الموسيقى، كنتمتع بحاجات اخرين، بالثقافات، العالم، والتكنولوجيا اللي كتوصل دابا، وكل شيء، يعني واحد المتعه كبيره. وتقريبا رمضان كامل فيما كنسولوا على السي خالد راه في الاستوديو، واش كتوجد لشي حاجه؟ كنوجد هذه من قبل رمضان، هادشي كنوجد دابا هذه شي 3 سنين، وحنا موجدين السينجل ان شاء الله. دابا باش كيخصني الاصدارات، دابا راني معطل، خصني نصدر الاول سينجل، درنا له واحد فيهم، درنا له الكليب، والاخرين عاد نديرو لهم. دونك هذيك التعطيله كل تخيره فيها خير، نتمنى الله منين بدا البدايه يبداو الاصدارات، يعني يكونوا متسلسلين ان شاء الله، في اوقات يعني ماشي متباعده، باش نولي نشوف الحباب ديالنا، لي فان ديالنا، نتوليو نتفاعلوا معاهم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. انا اللي كنعرف هو عندك واحد المشروع ديال ديو مع ولدك سليم كرافطه، ما عرفتش واش غير اغنيه وحده ولا ميني البوم كاع. ان شاء الله. لا هي اغنيه، لان علاش كنخليو لبعضياتنا المسافه، باش كل واحد عنده ناس، وكل واحد كيوجد للناس وداك الشيء اللي كيبغيو. وبالتالي كنتلاقاو، كنديروا ديك الملاقيه هي اللي كنقولوا بحال شنو نقولوا ما بين الاجيال، يعني ديك تقارب الاجيال، التقاء ما بين الاجيال، يعني باش نبينوا بان ما كايناش واحد التقارب، باش ما نبينوش ما كايناش ريبتور، ما كايناش واحد القطيعه ما بين الموسيقى. يعني الموسيقى دائما متسلسله، يعني من اللي دازوا لنا ولنا لوليداتنا ان شاء الله، هكذا يعني تكون قطيعه. صح، اذا نديروا انا وياه العمل، نديروا دائما في يعني العمل كيكون فيه روح ديالي وروح ديالو، باش كنتقاربوا، باش نحاولوا نخلقوا واحد الوصفه، يعني اوريجينال، يعني صح. الموسيقى هي كاينه تقارب من الاجيال، يعني كل واحد كيجيب بالستيل ديالو، ممتاز. يعني الموسيقى الموسيقى فعلا ما كتنقطعش من الاجيال سي خالد، لكن اللي كاين الفرق بين زمان واليوم كنظن هو في طريقه التسجيل ديال الاغاني. شحال هذيك كنتو كتسجلوا يمكن 45 دقيقه كاسيت متواصله، وكان الخطا او الاعاده صعيبه، العكس ما هو حاليا. منوع الخطا، بحالكم انتم، بحال لايف عندكم انتم، انك مطلوق، ما يمكنلكش، ما عندكش الفرصه باش تعيد الغلطه تصلحها. كان عندنا حنا كنسجلوا 45 دقيقه في كاسيطه، وهي ديك البوندات كبار، وكان الصوت اجود، كانت الجوده كانت على شي، لان كتحس بديك الشيء في واحد لاشالور، واحد يعني الكاليتا كبيره، ماشي بحال دابا الاورديناتور كيساعدك انك انا بحال دابا بوحدي ما كاينش معايا الموسيقيين، وبوحدي كنخدم في كتشوفوا فيهم في الاستوديو، كاين لي زينيتي عندنا لي لوجيستيال كيساعدوك بزاف، انك كيمكن لك دير 160 عازف وانت راك بوحدك كدير داك الشيء راسك، يعني في البروجي المشروع كيكون فيه اكثر من 160 بيست،
يعني كل وحده كتحمل اله، تحمل اما فوكال صوت، اما فهمتي، اما شي حاجه اكوستيكي بيركيسيون يعني ايقاع، وكله كله بل 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 يعني بنيميريك، هادشي كلشي بالديجيتال. يعني ما فقدنا ديك الشيء اللي كان شحال هادي اكوستيك، داك الشيء اللي كنحس اللي كنحسوا به الوتريات، وكان بحال دابا تشوف هنا معاك مول العود، مول القانون، مول هذا، كانت لواحد اللذه اخرى. وكتشوف معاك موسيقيين بزاف، كانوا الناس كيخدموا في البروجي، كيخدموا بزاف الناس. يعني اولا كتمتع بديك، كل واحد كيجيب روح ديالو، كل واحد كيجيب لك اللمسه ديالو، وثانيا كانت الناس الارزاق ديالهم حتى هما كتكون ما مقطعهاش الارزاق ديالهم. دابا للاسف السرعه، سي خالد، السرعه والتكنولوجيا بدلت كل شيء. وانت تبارك الله عليك، راه عندك بالنسبه الناس اللي ربما ما يكونوش عارفينها اكثر من 40 سنه ديال لاكارير وديال العطاء في المجال الفني، تبارك الله. والبدايات ديالك 1977 77 باش بديتي تبارك الله مع الاخ ديالك. البدايات كانت مع المشاهب، البدايه ديالي راه مع ناس غيوان ياك، صغير بدايتي صح قبل مع بدايه، حيت حنا كنا جينا في ديك الفتره نتاع الغيوان والظاهرة الغيوان، فهمتي، يعني كانت ظاهرة قوية، وكانت معبرة الكلمات، وكانوا في الداخل ديالهم كيبغيو كهازين الهم نتاع المجتمع، ما كيقلبوش على الشهرة. كنا حنا الفن عندنا كان عندنا الرسالة، ما عندناش، ما كنقلبوش على 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 المال، ما كنقلبوش على، واخا رغم أننا باغيين نسترزقوا بالموازي، مي كنا كنقلبوا على الحب الناس، وعلى أننا نقدموا لهم شي حاجة رسالة كمان نغيروا حتى حنا زعما في المجتمع شي حاجه، شي واخا ولو يكون داكشي الطفيف. وقبل بديت انا كنت كندير فيروز، كنت مولع بزاف فيروز، كنت مولع الموسيقى العالميه بزاف قبل. وبيان سور ملي جات الظاهره، غلبت هذه الظاهره، اثرت فيا بزاف، من هالمشاهب كانوا يعني فاهم عندهم واحد الواقع على قلبي صح، واثروا في شخصيتي مزيان، لان حتى في اللمسه نتاع الغناء ديالي كاين واحد اللمسه ديال الشجاع والحزن، وهذا جاي هذاك الشيء من ديك المدارس اللي تقريت فيها، مدرسه فيروز، هادو المشاهب كلهم كيغنوا بواحد الشخصيه، القضايا صح. هادو مدارس مهمه اللي اثرت فيك في يعني في الشخصيه الفنيه ديالك، لكن كاين الوالدين الله يرحمهم اللي اثروا فيك في الشخصيه يعني الانسانيه ديالك، وطبعا الام. مازال معنا ضيفنا سي خالد بناني، شنو ممكن تقول لنا على الام؟ الام، كل واحد عنده نظره كيفاش كيشوف الام في العمق، راه حنا كنا احساس واحد، الامومه راه كتبقى احساس واحد، وان كل واحد عاش مع امه وشاف من امه حاجات وتعلم من امه، لان الام مدرسه، الام هذاك الحنان، ديك الشيء كنرضعوه حنا، الاخلاق والتربيه وديك الشيء من الام، كل ما هو جميل كنرضعوه من الام ديالنا في المسيره ديال اللي ربطنا، فهذيك يعني الام كتعطي كل ما هو جميل، اللي خايب انت كتاخذه من 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 من, من, من من المجتمع، لا تشتي شي حاجه ولا منك ولا من نفسك، نفس الاماره ولا هذه. اما الام كتبقى دائما الام، المدرسه اللي كتربي فيك الاخلاق العاليه، يعني اللي مامر بها الدين ديالنا والاديان كلها. صح، تحيه لكل امهات العالم، والله يرحم الامهات اللي توفاو. سي خالد، هضرتي قبيله على الانطلاقه ديالك، الله يرحمهم. هضرتي قبيله على الانطلاقه ديالك الفنيه كانت منذ الصغر، لكن كنعتقد بان الانطلاقه الحقيقيه ديالك هي ربما، اذا كنت خاطئه صحح لي، 86. لا انت يعني اصدار اول اصدار ديالي نتاع شاري ديك الساعه الكاسيت، كانت اغنيه نتاع عبد المرحوم الاستاذ ديالي عبد الصادق شقاره، اللي هي حبيبه وجرحتيني. جيت انا خديتها ودرت لها طرطق البارود في العقبه غزاوه، باش نعطيها هذه الكلمه، جاتني شويه قويه، عجبتني، جاتني هي اللي درتها، انا درتها في التيتر، والحمد لله وخدات ديك الساعه، خدات واحد الشهره، بما انني سجلتها يلاه في البدايه ديالي، وانني كنت في مدينتي الحبيبه تازا مع منتج تازي. يعني في الاول كنا عاد كان انطلاقه من يعني من اللوكال، من داكشي المحلي، والحمد لله الناس نتاع تازا شجعوني باش يمكن لها تمشي، مشات لعده جهات. هذه كانت البدايه نتاع الاصدار، من البدايه كتبقى البدايه، ملي كنحس انا في النفس ديالي، البدايه ديالي كتكون ملي كنت صغير، وكنعرف راسي بان شي حاجه كنبغيها سميتها الموسيقى، يعني الفن كتخلق فنان، من الموسيقى كاين شي حد اللي كياثر فيك باش كيردك فنان في الموسيقى في اي مجال. يعني انت راك فنان بالفطره من عند الله،
ولان الموسيقى كان الام ديالي اثرت فيا، الاخوان ديالي كانوا مع الوسط ديالنا، كان فني، كان واحد الاخ ديالي مرحوم نجيب محمد نجيب، والاخ ديالي فنان عبد اللطيف بناني، اللي اثروا هما فيا لعرج ان كانوا معايا، لانني كنت في واحد الطريق كنت في قلت لك في فيروزيات، في كنت كندير في ديك كنت كندير المسرح، كنت كندير ديك الشيء شويه توريه شويه كذا ملتزم. ملي عرفت الغيوان، ملي عرفت الدائره الغيوانيه، جرني الاخ عبد اللطيف معاه المجموعه تما في 77 كانت هي البدايه، ولينا 86 هي الاصدار، اول اصدار 86 كتبقى هي اللي باش غادي يعرفوك الناس على برا من اول اصدار ديالي. والحمد لله كان عنده كان عنده واحد طبع غريب، يعني كنت داير واحد اللون بعيد على على على, على دابا اللي كندير، حتى الشعبي كنت كنديره في واحد اللون اخر، حيت كنت مأثر بالموسيقى العالميه، وكنت مأثر بالشكوري، كنت مأثر بال فهمتي بواحد الموسيقى اخرين ديال العالم. دونك درت ديك درت الشعبي درتو في واحد النمط اخر، دابا ملي كنغني دابا الشعبي نتاع دابا ماشي هو ديك الشعبي اللي غنيت في 86 87 88 صح، كان شويه غلب عليه العصري بحال داك الشيء، بحال اللي باغي نديرو بوليفونيك، ولينا جبرت الواقع واحد اخر، واقع الناس باغيين الشعبي ناشط وكذا وهادي، الو رجعت لذاك الشعبي ناشط، ودائما كان عندي في لوكوتي انني باغي نجتهد في الشعبي نغير بلا ما تقصر. استقينا لهذ اللحظات ديال الشعبي وديال المناسبات سي خالد، ان شاء الله يرجعوا في اقرب وقت ممكن. يا نسير. وعلى ذكر اذن بوليفونيك سي خالد، عندي واحد المعلومه صححها لي الا كانت غلطه، هو انه نتايا كتسمع الموسيقى ديال الميتاليكا مثلا، واش بصح؟ انا كنسمع انا شوف انا كنسمع وكنعشقها، انا كنسمع الموسيقى ديال العالم، لان كاين الموسيقى الروحيه، وكنقولوا موسيقى روحيه موسيقى، لا هو كنظن راه كل موسيقى الى 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 كانت ديك الانتربريتاسيون، شنو الانتربريتاسيون؟ يعني الطريقه باش تادى اداء، ياك الاداء ديالها، الاداء اللي يكون الا كان روحاني راك الا كنتي هدبتيها ورديتها روحانيه ترجع روحانيه، الا بغيتيها باش تراقص بها باش تشطح بها كتردها كتشطح، الا بغيتيها دينا كتعطيها الديناميكيه تعطيها. دونك موسيقى العالم كلهم المصدر واحد، راه سبعه النوطات كيتحولوا دوري مي فاسول دو، كل واحد كيفاش كيجمعهم هكذا، وكيفاش كيعطي لهم، وكيفاش كيحس بهم في الروح. دونك موسيقى العالم كلهم بحال، وكلهم عندهم عند الفنان الحقيقي عندهم واقع في قلبه، لان كيحترمهم، ما كيقولش هذه فيها الصخب وهذه فيها الطرب وهذه فيها كذا، كل وحده عندها وقتها باش تسمع، وكل وحده عندها طريقتها باش تسمعها، وكيفاش وخصك تفهمها، لان هذاك اللي كيعبر لك هذا قلت الميتاليكا ما كيعبر لك بديك الطريقه بالقياس الواحد، اليوم باغي يتمرد على المجتمع لنا عنده علاج. دونك انت خصك يا خصك تفهم ديك الموسيقى يا زابي بعد منها بلا ما تكريتيك، يعني ما كانش موسيقى. الله يعطيك الصحه سي خالد، كاين الموسيقى ما عرفوش يأديوها. رجعنا لكم مجددا ومواصل معكم قبل الفطور مباشره على ميدي ان تي في، ودائما مازال معنا الضيف الجميل ديالنا اسامه. شكرا حنان، مرحبا بكم الجزء الثاني من توكشو رمضاني اليومي والمباشر قبل الفطور، ومازال معنا سي خالد بناني، السلام عليكم ومرحبا بك معنا. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. مرحبا بك مجددا سي خالد بناني، كنعرفوا انه بزاف ديال الشباب تجوجوا على الصوت ديالك، وكنتي متالق في الاحياء ديال الاعراس ديالهم، ضروري تكون عشتي بزاف ديال الطرائف وانت كتحضر وكتحيي هذه الحفلات، واش كاينه شي ذكرى شي طريفه شي حاجه وقعت شويه في شكل اللي ممكن تقاسمها معنا اليوم؟ من الحاجات اللي كي نتمتع بهم هما ملي كتجي الام هكذا وكتقدم لي العروسه وكتقول لها وها هو خدم لنا في عرسنا، هو كيخدم لك في عرسك. ملي غنيت الابوين الوالدين وكنخدم ثاني لها، وليتي متوارثه سي خالد. مازال ما تبريمات تبارك الله عليك. كنقول لهم باش نضحك معاهم كنقول لهم انا مازال ما تبريمتش، وكيقول لك لا، وكيبقى مساكن يعبروا لك هذا، قلت لهم لا كنكبروك غير لا حنا شنو الانسان باش يمكن له الاستمراريه ويكون يكون عنده بحال هذه الخطه هذه، انك هذه نصيحه لوليداتنا الشباب اللي طالعين، هو انك خصك الناس تحبهم لما تغني لهم كتغني لهم بتواضع وبحب، وكتحاول انك فيداليزا كيفاش خاص تردهم بان ناس يحبوك كيحبوك انت كتحبهم، دوك باش يحبوك هما صعيبه تحبب الناس فيك، خصك
الله سبحانه وتعالى ملي كيحبك يحبب فيك الناس، وديك هذه وهاد الخطوات باش توصل لهم كيخاصك شويه نتاع الصبر وشويه نتاع التواضع، ماشي شويه بزاف بليطو نتاع التواضع. علاش؟ باش تكسب الناس، ان الناس الناس هما اللي كيصنعوك، هما اللي يعطوك الصوره اللي بحال اللي كتحترمونا نتوما الاعلاميين. يعني حنا كنسبقوا ونديروا السبق بالاحترام، كنسبقوكم قبل ما تحترمونا، كنحترموا ديالكم. علاش؟ لان المستوى باش كتوصلوا المعلومه وباش كتوصلوا الفنان للناس ولجمهوره يعني مجهود كبير. حنا كان في داليزيو، حنا كنحاولوا انكم تكونوا اوفياء، هو باش كنحترموكم. تبارك الله عليك. فوالا اللي سولك قبيله اسامه سي خالد، واش شي مره في شي عرس مثلا العريس ما جاش، العروس ام العروسه وام العريس ناضوا دابزو باغ اكزومبل شي حاجه، شي ماريا طاحت الله يجزيهم؟ لا لا، انا كنعطيهم بحال ديك صك الغفران، كنعطيهم انا الورقه كارونتي ان راك الا غنيت لكم انا ما يوقع والو، راكم غادي تستمروا عاد تولدوا عاد ديروا مسيره طويله ان شاء الله بطول العمر. الحمد لله ما عمرت راه الحمد لله. كنظن ربي خلقني في واحد الجمهور اللي كيعيط لك الناس. الله يخليك ديما فيها الخير. شوف من الطبقات كلهم من المجتمع، راه كنخدم حتى والله كنخدم حتى للدراوش، يعني ناس بسطاء، وكنجبر عندهم واحد الرقي في الاخلاق. الحمد لله انا دائما هكذا منور لله الطريق عند الناس، كنطيح في الناس طيبين. عندك فكره سي خالد كيفاش ولاو كيتحياوا الاعراس مؤخرا؟ راك عارف كما قال المغاربه وكما العالم كامل انه من هذه عام ونص تقريبا ما بقاوش، ولاو عراسات مصغره ولا خفيه ولا داك الشيء كوميتي ريستخان كما كنقولوا. واش دعشوا بزاف انتم في هذه المساله؟ ماديا، ولكن انا في نظريتي، انا كنخالف النظريه اللي كيقولوا الناس. انا بالنسبه لي غادي نغني غير العريس وعروسه وباهم، عندي ما عنديش مشكل. علاش؟ لان المهم عندي هو انني كنتقرب منهم، كنحط البهجه، كنشاركهم كانهم عائلتي في ديك عقد القران وفي ديك الطقوس اللي كنديروا المغربيه الجميله، العرس ديالنا المغربي. صافي غير كانوا الناس بزاف كتكون حنا لومبيونس كبيره ولا هذه، ولكن اللذه نتاع الغناء واللذه نتاع هذاك البارتاج نتاع ديك التقاسم معاهم ما كتمشيش بالعدد، ماشي مشكل. واخا يطلقوا لنا دابا حنا الافراح، يطلقوا لنا واخا غير 60 الناس، واخا 40 الناس، بالنسبه لنا حنا هو نرجعوا للوضع الصحيح، هو اننا نكونوا قرابين منهم، قرابين من الناس، وندير الرساله ديالنا حنا من غير اننا فنانة. انا بما ان واخد حتى المجال الاعراس، يعني رسالتي انني نزوج الناس، نفرح الناس اللي عاد تزادوا، نفرح مع وليداتهم اللي عاد تزادوا. يعني هذه بحال رساله، ما بغيتش نخرج من الاعراس، لانني كنحب هاد المهمه. ما انا يمكن لي ندخل في مجال الموسيقى الروحيه، نعتزل الموسيقى الروحيه ونخلي المهرجانات في مع المراكز الثقافيه في الدول، يعني في الدول في الخارج المغرب، يعني في الدول الاوروبيه والغربيه. طبعا خالد انت طبعا جربتي الغربه، وفي الغربه كنعتقد باللي اهم اللحظات اللي كيفتقدوها مثلا في رمضان، في الاعياد، كيكون كتحس باشتياق اكثر. انا شو كتبوا لي الحميه بهذه الفقره هذه، لان تاني عشت الغربه، قريت في فرنسا، عشت ديك السنوات صعاب، لان ملي كانت المناسبات الدينيه وهكذا ديالنا الاعياد الدينيه كتحس بانك خصك تكون مع احبابك. في الايام الاخرى تقدر تصبر باغدون، مي في ملي يجيو المناسبات اللي عارف بان راه كاين لما كاينه في داركم وانت في الغربه، راه كتجي واحد الحنين، واحد الحقره، واحد البكيه، واحد بزاف. ودابا انا شو كتبوا لي الحميل انني نعرف، لانني ملي كنخرج نغني لعند الجاليه كنعرف الجاليه حبيبه شحال متشوقين، شحال كيستقبلونا بواحد الحب. انا كندير لهم تانا ديديكاس، كنبلغ لهم السلام للجاليه كلها ديالنا مغاربه العالم، اسمحوا لي مغاربه العالم، ولا سيما عاود نسابي في امريكا وبنيتي اللي مزوجه تما وراجلها، وواحد الكبيده ديالي اللي هو يانيس الحفيد ديالي، اللي فغيمون ما جا في هذا العصر كورونا ما شفناش. دابا انا كنحس بهذا هذا هو الهدف من هذا الفقره، كنحس به بزاف، لان كنحس بالفراق. صح سي خالد، فقره رائعه. الله يعطيك الصحه انت، شكرا بزاف اللي كنتي معنا، ما سخيناش بك. نخليوك كلمه اخيره. والله حتى انا ما سخيت بكم. عيد مبارك سي خالد.
كلمة أخيرة سي خالد. عيد مبارك سعيد عليكم إن شاء الله تعيدوا وتعاودوا. الكلمة الأخير الكلام كلام نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن إن شاء الله ربي يعيد هذا العيد علينا ظروف أخرى أحسن إن شاء الله، ما تكونش كورونا، يكونوا المسلمين ويكون العالم في السلم إن شاء الله والأمان، وإن شاء الله ويتحقق الأمان في فلسطين في الحبيبة وفي القدس، يكون استقرار ويكون ويكونوا جوج دولات عايشين، يكونوا علاش ما يديروا لناش الرخاء ويحسونا لأن حنا حتى كنحسوا دابا بالأمان بأن غادي نوليو بعضياتنا يعني وضع عادي بحال بحال ان شاء الله. كنتمنوا انه يعم الامن والسلم والامان في جميع الدول.